تحت شعار لحظات العلا تنطلق في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية أكثر من 50 فعالية عبر 4 مهرجانات تبدأ في 21 من شهر ديسمبر المقبل وتستمر حتى 30 من مارس لعام 2022. تعود العروض الموسيقية في قاعة المرايا خلال الفعاليات متصدرة المشهد الثقافي في المحافظة خلال الشهر أكتوبر الحالي، في وقت ينتظر متابعي لحظات العلا العديد من اللحظات المميزة لعل أبرزها شتاء طنطور الشهير وهو مهرجان تراثي ومهرجان سماء العلا وفنون العلا ومهرجان للاستجمام والاسترخاء فضلا عن العديد من الفعاليات الأخرى. المزيد حول الموضوع ينضم إلينا من الرياض المتحدث باسم الهيئة الملكية للعلا عبد الرحمن الطريري. أهلا بك معنا، صباح الخير. ويعني نتحدث اليوم عن العلا التي لها سحر خاص وقيمة تاريخية كبيرة في المملكة. يعني موسم مطول هذه السنة ويعني هناك الكثير والكثير من الفعاليات، خلينا نتكلم عن هذه الفعاليات، أكثر من 50 فعالية وأربع مهرجانات ستكون في العلا هذا الشتاء. صباح الخير عليكم، صباح الخير على مشاهدي صباح العربية. يا هلا استاذ عادل. السنة هذه طبعا المختلف انه في هناك 4 مواسم عوضا عن موسم واحد، في تنوع اكثر فبالتالي في خيارات اكثر. زي ما ذكر قبل قليل انه يبدا بشتاء طنطورة ل6 اسابيع اللي تعودوه الناس من الحفلات الموسيقية المميزة في قاعة مرايا، المطاعم المتعددة، تجارب عشاق المغامرات، ثم ننتقل بعد ذلك إلى جزء أصيل وعريق لكل من زار العلا وهو الفن وارتباطه بالنقوش الصخرية اللي موجودة هناك وتاريخ الحضارات في العلا والذي يمتد إلى نهاية فبراير بعدة الحقيقة تجارب. ثم يعني تدخل مرحلة أنه التجربة على الأرض غير كافية فتريد أن تشاهد العلا من السماء، فتكون هناك طبعا الطائرات الكلاسيكية، الهليكوبتر، الزبلاين، عدة تجارب إلى أن ينتهي بالموسم الرابع وهو الاستجمام والاسترخاء. حلو. طيب اليوم انتم قلتوا لنا البدايه راح تكون باكتوبر، قلنا ما يخالف، رحنا الى والله لا تعالوا التجارب ترى راح تكون في نوفمبر، اليوم التميز راح يكون في ديسمبر، شو اللي راح يتضمنه او ال3 اشهر هذيله مثلا شو اللي راح يكون فيهم؟ شو التميز اللي في ديسمبر وايضا البدايه التجارب اللي في نوفمبر والبدايه شو راح ننطلق فيه؟ اولا العلا لم تصبح وجهة شتوية فقط أو وجهة 3 أشهر كما كانت في السنوات السابقة. طيب. يعني الأماكن التراثية الرئيسية اللي هي الحجر أو دادان أو عكمة أو حتى البلدة القديمة مفتوحة طوال السنة. صحيح المواسم تبدأ في ديسمبر بس من أكتوبر هتبدأ في نهاية الحفلات الموسيقية، مطعم سوشيال مرايا اللي حاز على جائزة ميشلان في الروفتوب في قاعة مرايا أوريدي افتتح، في عديد من المطاعم ستفتح تواليا وتجارب في نوفمبر. اليوم الذاهب للعلا هناك تجارب اوريدي موجوده منها الهليكوبتر ومنها عده تجارب مغامرات موجوده بالفعل قبل المواسم، لكن المواسم تشهد زخم اكبر. طيب يعني دائما قاعة مرايا تتصدر المشهد وهذا العام ايضا تتصدر من جديد المشهد في شتاء طنطورة والعروض الموسيقية، خليني نتكلم في اسماء مرشحة او تم تعاقد معها ستكون موجودة في هذه العروض، اسماء معروفة ومشهورة في العالم بشكل عام. في اسماء عديدة من التي قدمت سابقا وفي اسماء جديدة وسيتم الاعلان عنها ان شاء الله قريبا. ما في ما تقدرش يعني تقول لنا اشهرها؟ طيب اليوم اذا ما راح تقول لنا عشان اسالك السؤال الجاي، ما زالت منتظره مروه، هل تسرب لها شيء ولا لا؟ قريبا ان شاء الله بسرب لها. خلاص طيب ما راح نضغط على اليوم، احنا خلينا نتكلم بانه مثل ما حضرتك ذكرت انه العلا موسم ممتد طول العام، لكن هذا الموسم شو اللي من الممكن ان الناس يتوقعونه يختلف؟ اليوم الناس قاعد تروح الى العلا في الفتره الشتويه اكثر على الاقل، شو اللي من الممكن ان نتوقعه
الخدمات، المنطقة المحيطة، السكن، ولا أنه والله صد رد مثل ما يقولون؟ لا طبعا مو صد رد، هي تجربة مميزة الحقيقة. يعني العلا تقدم تجربة فريدة، من يوم ما تطلع من المطار أنت تدخل في متحف حي كامل مفتوح، التجربة، المسير بين المناطق الطبيعية. التجربة في العلا اللي يميزها عن أماكن سياحية كثيرة أنها تجربة حقيقية، حقيقية في كل شيء، أنك عندما تجلس في الطبيعة، الطعام، التجارب، المغامرات، لا أجد وصف الحقيقة لها أكثر منها، تجربة حقيقية طبيعية. طيب إحنا وقتنا خلص يعني سيد عبد الرحمن، بس سريعا عدد الزوار المتوقع هيكون قد إيه؟ أنا أعتقد أن العدد كبير، أمانة الأرقام ما هي معي، لكن أتوقع العدد هيكون كبير هذه السنة وأعلى من السنوات الماضية. جواكم الله، ونشوف إن شاء الله التحدي هذا شو راح يكون هالموسم، وإن شاء الله أكون وياكم. عبد الرحمن طريري، الله يقويك ونشوفكم مرة ثانية بالعلا. شاعل مبارك. لا أكيد إن شاء الله جهز لنا العلا، راح نكون ضيوفكم إن شاء الله قريبا يا رب. أبشر. هلا ومرحب، تبشر بالسعادة.